حدثنا ادم حدثنا شعبه قال وحدثنا عمرو اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن مره عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واسيه امراه فرعون وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام